طمنا بقى على حالة الطقس، نروح نطمن على حركة المرور ونشوف النهاردة المرور فين، الأماكن اللي فيها ازدحامات وفين الأماكن اللي فيها سيولة، وده من خلال تطبيق جوجل ماب زي ما احنا متعودين. ومن صلاح سالم، سريعا كده احنا لغايه دلوقتي الخريطه بشكل عام شايفين اللون الاخضر طبعا علشان لسه في اجازات، في ناس لسه خدت او كملت الاسبوع ده اجازه، فالى حد كبير ما فيش اي نوع لغايه دلوقتي من انواع الازدحامات حتى ما وصلنا لمطلع كوبري اكتوبر. شايفين سيوله مروريه حتى المنطقه اللي دايما متعودين فيها امتداد رمسيس واسفل كوبري اكتوبر، ما فيش اي نوع من الازدحامات، اللون الاخضر هو اللي غالب. بدانا نشوف بقى بعض الازدحامات لكنها متقطعه وقصيره، بدات تزيد شويه على كوبري اكتوبر، في برضو الازدحامات لكن اسفل كوبري اكتوبر رمسيس في الاتجاهين كويس جدا جدا. كوبري اكتوبر خلاص لا بدانا نرجع بقى العوده حميده زي ما بيقولوا، الكثافات المروريه العاليه، لكن طبعا بعد ما بنعدي منطقه وسط البلد بتبقى الاحوال افضل بكتير. وصلنا كورنيش ماسبيرو، دايما الازدحامات اللي احنا متعودين عليها كل يوم وصولا لمطلع 15 مايو، 15 مايو في الاتجاهين كويس جدا لغايه المنطقه بس بتاعت التحويلات المروريه، دايما بيبقى فيها كثافات عاليه لكن في الاتجاهين لغايه دلوقتي كويس جدا. طبعا لما بنوصل بقى خلاص ان احنا نازلين مدينه السادس من اكتوبر، طبعا الكثافات اللي احنا متعودين عليها وخصوصا في الاتجاه النازل من اكتوبر اعلى الدائري زي ما احنا شايفين في كثافات عاليه جدا وميدان لبنان والمنطقه دي، لكن في الاتجاهين الموضوع لطيف. مش النهارده يعني يعتبر الحمد لله يوم مش مزدحم علشان زي ما قلنا لحضراتكم لسه في ناس ما نزلتش، لسه في ناس مسافره، في ناس خدت النهارده ويعني النهارده وبكره كده اجازه علشان يكملوا اجازه طويله اللي هي اجازه العيد، ربنا يوصلهم بالسلامه خلاص يعني، وهنبتدي نرجع لحياتنا الطبيعيه مره ثانيه. كل سنه حضراتكم طيبين مره ثانيه وثالثه.